عشان زهقت يا فرج، مش طايقه نفسي. حياه رخيصه وعيشه حرام في حرام، شغلانه وسخه تخليك حاسس انك مش بني ادم. عامل زي الحمام العمومي اللي رايح واللي جاي بعدوا عليه، كل ده ليه؟ عشان الفلوس يا اخي، ملعون ابو الفلوس واللي يعوزها. دي بتكلمني في مشاعر واحاسيس. انا يا حبيبه الموضوع دلوقتي ما بقاش انت حاسه بايه ولا هربتي ليه. الموضوع ان عماد واخد الموضوع ده على كرامته. كرامته ليه؟ هو القوادين اللي زي عماد بيبقى عندهم كرامه؟ يا اخي بقول لك مش عايزه اشتغل، انا حره. ايه هو هيشاركني؟ انت عارفه عماد بعتني هنا عشان ايه؟ عشان اجيبك معايا يا حيه يا ميته، جثه يعني. يبقى هترجعني جثه يا فرج؟ يا حبيبه ما تتسرعيش وتخسري كل الناس. ما تعادينيش، ما تعاديش فرج اللي واقف في صفك بس بالبشويش من غير ما حد ياخد باله. بص انا عشان بعزك احنا هنعمل ان انا كلتك قلمين على لوكميتين على شلوتين، ونعمل على دودي اي حوار، واخدك من ايدك وارجعك النايت بس خلاص. قلت لك على جثتي يا فرج. الو، ايه يا عماد؟ ايه؟ طيب ماشي. ناصر الطياره اتدخلت، واضح كده انه حل المشكله مع دودي. سلام.